عسلامة مسيو. عسلامة. 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 قدم لنا روحك. عبد الله الجديدي اتحاد تطاوي معك. مسيو. اي. جيت سياحة لتونس. جيت والله حواس انا. اي. ام والله شيء اللي صاير مع الرجال مرة فاتت في الماتش بتاع كذا. ما يعقلش لان سبب العله كله من التحكيم. قلت لي تحب تحكي على الملاعب. اي. الملاعب ما عندنا حتى ملعب في تونس من برج الخضر لبن قردان ما عندنا حتى ملعب في تونس. ليش يا مسيو؟ يا مدام التحكيم. التحكيم هو سبب العله، هذا يحب الترجي، وهذا يحب الاطوال، وهذا يحب الكليب، وهذا يحب الصفاق. كل واحد عنده جمعيته يحبها ويشجعها. مدام الحب الحب مره. إيه؟ اذا كان هنا نحب كل مره نحبها، أنا ما يجيش معقول. يحب الترجي، يشجع الترجي. اي هذاك هو بالطبيعه. يشجع الكليب، مرحبا، يشجع الاطوال، يشجع الصفاق. اتحاد تطاوين ما عندهاش محبين، عندها محبين، عندها ناس وكل جمعيه في تونس عندها. صحيح هاي. مطلوب مسيو. سامحني انا عندي ولد خويا هذا، اذا كان هو ما يبيش يتبعني هنا يكسر وكذا وكذا وكذا، مش معقول بدام. مش معقول بالطبيعه. اي سامحني، هذا طفل عمره 12 عام، شو بيطلع وبعدين؟ ايش بيطلع؟ بيطلع كيما عمو ولا كيما خالو؟ ما يجيش معقول مدام، ما دابينا احنا نحسن وضعيتنا، ما دابيه هو هي هو الصبور. هي تربية مش همجية، الهمجية راه معاشرة. إذا كان هذا يحب كذا وهذا يحب كذا وهذا يحب كذا، علاش؟ إذا كان عندكم حاجة معناها تنسب بكل احترام ليك، اتحاد تطاوين ما عنده أحد، واتحاد بن قردان عنده جيري. ما هذا لا أختي ولا، والترجي عنده المدب، والكليب أفريقيا عندها أبو صبيع يبيع الشراب. واضح؟ وصفاقس عندها تبارك الله من شوي، بنزرت عندها بطيخ. اي حسب رايك اختي، يعني ايش نعمل احنا نبطل الكوره ما عادش نحب الكوره. بلا شنو هو اسباب الشغب اللي يصير ما بين الجماهير في الملعب؟ سبب العلم التحكيم مدام. دخلوا تحكيم. التحكيم هو سبب العلم. كيفاش؟ اعمل يخلص، ما نحبش الجهويات هذه، انت من كذا وانت كذا وانت كذا، بكل احترامي بكل احترامي يعني. انت عياري وانت جندوبي وانت قفصي وانت صفاقسي وانت، لا ما دابينا هو تحكيم عباره حاكم ناحي ولا حاكم تحقيق ولا عمل يخلص. لا هاك جوار معروف، وي وانا مش معروف شنو نعمل انا، نخلص الفاتوره. انا اختي بكل احترام ليك مشيت تتفرج في باجو والكليب ضربت عام حبس. واه. اها. كيفاش شنو صار؟ يعني وقتها في عهد بكل احترام في عهد المرحوم عبد الزين بن العابدين، مشيت نتفرج في الكليب افريكان في باجا، شدونا فوق القنطره، ضربت عام باطل بالتنفيذ العاجل. في جرة شكون؟ في جرة التحكيم هاك. يحكي لي بالتفاصيل خلي السادة المشاهدين يفهموا. اختي. كيفاش الاشكال صار؟ التحكيم بودابوس عام 94 حضر بودابوس يزفر كونتر باجا، صارت لنا مشكله معدي عام حبس، هل يرضى الكلام؟ يعني كيفاش يا مسيو؟ المشكله ما دافش الجهويات، لان بودابوس يحب الكليب افريكان، وانا نحب الكليب افريكان، اما لا اختي التحكيم زفر خلص عمل لي خلص. علاش؟ انت علاش شديت عام حبس؟ من وقتها بن علي شدنا في برشلونه كلها عام الوفات شدوا معايا في تهمه شنو؟ ما توشدنا لان احنا كسرنا، هم انا ما كسرتش، هم كسروا. زعما يا مسيو والله هيك اختي والله من انت شديتوا العام هكا العام عديد هنا والحمد لله يا رب. لا اما لا سبب العله الكوره من التحكيم، كل حكم يحب الجمعيه، انا ما يحبني حد. معناها فما اشخاص كسروا، انت مشيت معناها تهزيت معاهم كذا ضربت عام هزوك معاهم هزوني معاهم مثال وقت وجرت بودابوس الله يرحمه واخر تلحر قولوا ضرب بالتحكيم يسكن في حي التحرير. اختي اختي العمل يخلص، ماذا بيك انسان؟ ما عندي عندي صحفيه اختي، عادني ناس كل تصور ولبس عليه يقول بحثت، اما اذا بتعدي فلان وفلان تولي لا بالطبيعه عيب. بارك الله استاذ راك مش شوي عايشك. ايوه هيك اختي فهمت اختي، ماذا بينا انسان ملي صارت لك معناها الحادثه هذه انك شديت حبس على خاطر عايش حب الكوره جبت نسالك انا حبيت مره وندمت ما عادش تمشي للملاعب؟ لا شعفه وتوبه شعفه وتوبه. ثم غنية من كيف ما حلال قريبة لما حزينة وجابك لي، هذه تاريخ الكيف. أما بكل احترام كيفي مسيو؟ لأني من تطاوين. تحية لأهلي تطاوين وتحية لأهل الكيف. أكيد تحية لأهلي الكيف رموركم الكيف بالطبيعة. خذي يرحم والديك وبارك الله فيك، أما بجاه ربي بجاه ربي برس تعدي والله من فضل ربي سبحانه وتعالى. سلام يرحم من بارك يرحم باباي، وعديت حبسي عام، عديت في حربوب وعديت هنا في تصافرين وقت تصافرين مقلوك من ماني الحمد لله يا ربي نقول لك انا بحيط راس بابا الله يرحمه. اما راهو عندنا مازال عندنا جهويات، ما دام نقول واقف لين منين واقف لين منين راه مانيش خوش في بالي اللي غلط خلاص مش حكايه جهويات والله اللي عملتها. بالوقت هذاك عمري 35 سنه الحبس ما ظلم
يا منهم عدي المدة كيات بحسب الأيام اللي يغرق له هام عام ورا عام. كيفاش تعدى العام؟ لا بس أما بالله سامحني أختي الطفل هذا نحب يتكلم كلمة على اتحاد تطاوين لأنه هو مازال صغير ومازال لأن اتحاد تطاوين في عندنا رئيس جمعية سي البوضيلي هذا مش عاطي فرصة للصغار. تفضل. تكلم تكلم مثال. اسمك سمي اسمك وتكلم. هو حاشم هو. ما هو بكل احترامي خجول ما جاش ما جاش البابا هو الخوال. مش عارف هي المشكلة وين. احنا يا جماعة الجنوب رانا خجولين ياسر ونحشموا ياسر. وانا وانت اختي. خجل موجود عند ناس كل. احنا جماعة الجنوب خاصة. تحية. عد وصف خاص. يرحم والديك وبارك الله فيك. هو تكلم كذا. حاشم معاه ماني قلت لك يا خويتي يرحم والديك نحكي معاك انت مرحبا بي انا خويتي الغالب اسمع كلمك احنا ما زاد عندنا جهويات هكا احنا حتى في تطاوين ما زاد عندنا جهويات هكا شهيدي وهكا دغاري وهكا زرقاني وجيل تونس هكا عياري وجندوبي وكيفي علاه احنا رانا ما مش هذه كبيره 15 مليون الجزائر ولا واحده تونس كام علاش احنا ما زلنا جهويات تعرضت للجهويات مسيو بخلاف الحادثه نتاع العام حبس اختي بلا سامحني فيش. عندنا 24 ولايه في الجمهوريه وعندنا 386 معتمديه دورتها دار وزنكا زنك بديتها من غار ديما عند محمد علي وصبعت في مدنين عند حربو وين بالضبط تعرضت للجهويات؟ والله بكل احترامي لا في الشمال وفي الجنوب وين تعرضت؟ تعرضت هنا وفي بلادي بالعاصمه تعرضت؟ تعرضت إيه في الجنوب وقلت في بلادي كيفاش في بلادك تعرضت للجهويات؟ ونيش قال ايش تعمل هنا وقلت لهم شي ضيف عاش قلت لك كلنا اخوه لا احنا نحبوا نحوها اختي نحبوا نحوها لان هيك الجهويات انت منين وانا منين نحوها هاك عياري وهاك جندوبي وهاك احنا منين كنا تونس 12 مليون راه ننقز هيك نصبح نصبح في الكيف انا ها علاش سامحني انت من الكيف وانت لا من تطاوين احنا واخذين بعضنا انا اختي واخذها من الكيف اختي نحوها تقول انا من تطاوين ما يقولولكش مرحبا بيك لا يقولوا مرحبا اما حدنا جهويات مازلنا عندنا جهويات برشا في تونس نحوها جهويات لا انت عياري انت كافي انت جندوبي نحوها ما تبينا احنا كنا خويان احنا كنا واخذين بعضنا احنا كنا واخذين انسب قالوا لك انت تطاويني قالوا لي وجاء وثم شكون في بلادي هنا قالوا انت كذا وكذا مش معقول رب بكل احترام ليك احنا ربي اش قال وخلقناكم قبائل وشعوبا علاش؟ نضاربوا انت منين وانت منين؟ اختي جوت نايت ويرحم والديك وبارك الله فيك ان شاء الله فرحتك. شنو تحب تقول للعبيد هذوما اللي مازالوا توا يحكيوا هكا؟ جهويات واسمع خونا كلنا خويان. كلنا توانس. ما حلال وقريبه وما جابك لي جابك لي يا اختي بكل احترام ليك. خلي لك الكلمه الاخيره مسيو. الكلمه الاخيره. جوت نايت. في كما يقول شيخ البوصيري رحمه الله قد ماتت ناسا وماتت مكارمهم وعاشت ناسا وناسا موت سيبوا عليكم كذا وخلي يعني ويحيى تونس كلها.